انا قمت بانفجار، متحلم لي حلم اني والله اني ما ادري انسان، وصدت عز الله ان مشكله، وانا والله اني ضال اني اعلم ثم تصير مشكله ثانيه. تركت المشكله هنا، علمت مشكله وما علمت بعد مشكله. مره انا بعل، انا مره رجال ما داني اتسنى ولا داني اقل لهم، لا انا غيرها ارتاح، لاني ظهرت العلم من صدري ارتاح. بعلمكم انا رايت في المنام اني انا ومحمد بن سلمان في فريق. محمد بن سلمان طويل العمر، الله يطول عمره، الامير ولد سلمان بن عبد العزيز. نلعبنا كوره مباري فريق ثاني فيها السيسي وفيها اردوغان، ثم عز الله اني جندلتهم، ومعنا الامير بندر بن مساعد الشاعر حارس المرمى، عز الله اني حارس واني فتيت، وانا في انانيه ما انا والواجد. انا اقول لكم السالفه وانا والله اني مرتاح، واني دال دال ان يصير فيها عواقب ولا امور انا ودكاكه، وانا والله اني العلم ما في شيء مبين غير من برا. لكن بعلمكم، سحبت بسيسي وسحبت بردوغان، وقال لي محمد بن سلمان ناول 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 ذا مقطعه كوره لو في يده طويل العمر، وهو عادي في يده جدر، والله ما ادري ايش جاب الجدر المباراه، ما يومني ما ناولته ويحذفني بالفاض في راسي طن طنيني في اذني. انتهت المباراة وحنا فايزين على اثنين، وكل الاهداف مسجلها انا، وتنف علي في تبدا مرن علي، والملعب مراغه ويدلوسني في المراغه لين رحت الشب. والله ما فكني من غير بندر بن مساعد، الغبار ملا فمي وخشمي وعيوني يدلوسني في التراب، وتنها امتن شوي وفكني منها دحم. لا هذا حلمي وسلامتكم. يوم قمت لي والله اني عاطس، والله تن الغرفه مليانه اخبار، والله ادور في الغرفه الثانيه وهو موجود ولا ما موجود. والدعوة ترى حلم يا الربع، ما لا توي صاحي من قايمين انه ما الحين، يعني لا تاخذون بخط رقم علينا، والله لنا نحب الحكومة ولا ولا ابقى انا اصبح الرئيس صاحي يدق عليه يسري الحلم هذا، ولا خلي حلمه عليه يصير في مشكلة بعد. انا ذا لاني يصير مشكلة اكبر من الكلام هذا من المباراة، انا ذا لان الرئيس يفسر ثم يطلع حقيقة الحلم يقول لي يفسر.